أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أخرج الترمذي عليه رحمة الله عن أبي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها ويموطون بها أسلحتهم، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال عليه الصلاة والسلام: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. هذا الحديث أخرجه الترمذي عليه رحمة الله وصححه، وفيه فوائد عظيمة حري بالمسلم أن يتعلمها، خصوصا أنها متعلقة بعقيدة المسلم. فقال أبو واقد الليثي، وهو من الصحابة الكرام، وأبي واقد هذه كنيته، واسمه الحارث ابن عوف، والليثي من بني الليث. قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين، يعني غزوة حنين. وحنين اسم واد بين مكة والطائف، وغزوة حنين كانت لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة ونصره الله تعالى على قريش. خافت هوازن من أن يغزوها النبي عليه الصلاة والسلام كما غزا قريش، فأجمعوا أمرهم على أن يغزوا النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يغزوهم، دفاعا عن أنفسهم. فبادر النبي عليه الصلاة والسلام بغزوهم. قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى، قال: وهذا من الحزم والسياسة، أن ولي الأمر إذا علم أن بعض الكفار أو المشركين أرادوا أن يغزوا المسلمين بادر هو بغزوهم ولم يمهله. ففي هذه الغزوة وعند خروج الصحابة إليها حدثت هذه القصة التي حكاها أبي واقد رضي الله تعالى عنه. فقال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، يعني كنا قد دخلنا الإسلام قريبا، وكنا من المتأخرين في دخول الإسلام. ولماذا أتى بهذه الجملة ونحن حدثاء عهد بكفر؟ أتى بها حتى يبين العذر مما وقعوا فيه ومما طلبوه من النبي عليه الصلاة والسلام، فأراد أن يعتذر بقوله: ونحن حدثاء عهد بكفر، يعني كنا على جهل ولم نتعلم العقيدة الصحيحة كما تعلمها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا معه قبل الفتح.
ولم يكونوا فقهاء كما كان الصحابة الذين كانوا قبل النبي كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد بذلك أن يعتذر لما بدر منهم، ولأنهم كانت فيهم بعض الذواسب التي كانت عند المشركين لم يتخلصوا منها بعد. قال العلماء: وهذا فيه أن الذي عاش في بيئة فاسدة وأراد أن ينتقل من هذه البيئة إلى بيئة طيبة فإن بعض آثار وبعض بقايا تلك البيئة الفاسدة قد تكون في نفسه. لذلك كان هؤلاء مع المشركين، وهذا فيه دليل أيضا على آفة الجهل، لأن الجهل مصيبة، والإنسان قد يقع بسبب الجهل في الشرك بالله جل وعلا، لأنه لا يعلم ما الشرك ولا يعلم ما التوحيد، فيقع بسبب الجهل يقع في الشرك بالله. وهذا يحث المسلم على أن يتعلم العقيدة الصحيحة حتى يعمل بها ويتعلم ما يضادها من العقيدة الفاسدة حتى لا يقع فيها. وهذا فيه رد أيضا على الذين يهونون من أمر العقيدة، يقولون: لماذا تعلمون الناس العقيدة ولماذا تحذرونهم من الشرك بالله جل وعلا وهم مسلمون؟ يقولون هم مسلمون فلا تعلموهم العقيدة. نقول لهم: سبحان الله، المسلم أولى بتعلم العقيدة من غيره حتى يصحح إسلامه وحتى يحافظ على دينه الذي هو عليه. فلو لم يتعلم الشرك ولم يتعلم التوحيد لوقع فيه وهو لا يدري. لذلك قال العلماء كما قال الشاعر: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. فهذه الآفة، آفة الجهل، لا بد للمسلم أن يتخلص منها بتعلم العقيدة الصحيحة. وبعض الناس أيضا يستكبرون عن تعلمها، إذا قلت له تعلم عقيدتك الصحيحة يستكبر ويأبى ويقول: لا، إنما أنا أكون على الدين الذي أتى به أجدادي وآبائي وأنا على ملتهم. وما وقع أكثر الذين وقعوا في الشرك اليوم من عبادة القبور ودعاء الأموات والاستغاثة بهم إلا بسبب الجهل، لأنهم لا يعلمون أن هذا شرك فيقعون فيه ويعتقدون أنه دين الله جل وعلا. السبب هو الجهل الذي وقع، الجهل الذي لم يعلموا أنفسهم ليتركوه. لذلك كان سبب وقوعهم في هذا هو الجهل. فقال رضي الله تعالى عنه: قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن حدثاء عهد بكفر، قال: وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم. يعني أن المشركين كانوا إذا أرادوا أن يخرجوا إلى الحرب كانوا يأخذون أسلحتهم ويعلقونها في شجرة معينة، سدرة، ويعكفون تحت هذه الشجرة. لماذا؟ تبركا بها. وما معنى التبرك؟ التبرك هو طلب البركة، يعني حصول الخير وكثرته ونماؤه وزيادته. ما هو حكم التبرك في الإسلام؟ قال العلماء: إذا اعتقد الإنسان في شيء معين أنه يجلب البركة وأن هذا الشيء فيه بركة من دون الله جل وعلا، فإن هذا شرك أكبر بالله جل وعلا، وسيأتي الدليل. وإذا
اعتقد أن البركة من الله، ولكنه اعتقد أن هذا الشيء هو بسبب أو أن الله جعل فيه بركة، فهذا أيضا من المحظورات ومن الشرك بالله جل وعلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: البركة من الله. عندما أتى الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فيه ماء، فأدخل عليه الصلاة والسلام يده داخل القدح وفرج عن أصابعه عليه الصلاة والسلام، فتفجر الماء من بين أصابع النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام: حي على أهل الوضوء، البركة من الله. ولم يقل البركة من الماء ولا من الأصابع، وإنما قال البركة من الله جل وعلا. فمن اعتقد أن البركة من غير الله جل وعلا فقد أشرك بالله جل وعلا، كمن دعا غير الله، وكمن استغاث بغير الله، وكمن ذبح بغير الله. فبأنما لا يجوز أن يذبح الإنسان لغير الله، كذلك لا يجوز له أن يعتقد أن البركة من غير الله جل وعلا. ولا يعتقد أيضا الإنسان أن هناك أشياء لم يجعلها الشرع فيها بركة يعتقد فيها البركة. مثلا القرآن الكريم جعل الله سبحانه وتعالى فيه بركة. قال الله جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. فهذا الكتاب جعله الله سبحانه وتعالى مباركا، الذي جعله مبارك هو الله جل وعلا، والبركة تأتي من الله جل وعلا. وكذلك ماء المطر، قال جل وعلا: وأنزلنا من السماء ماء مباركا. وكذلك الكعبة، قال الله جل وعلا: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا. فالبركة التي هي من الله لا نعلم أن في شيء بركة إلا إذا أخبرنا بها الله جل وعلا، أو أخبرنا بها النبي عليه الصلاة والسلام. فمن تبرك بحجر أو شجر أو قبر أو وثن واعتقد أن فيه بركة فقد أشرك بالله جل وعلا. هذا هو الحكم الشرعي فيما يتعلق بأمر البركة. لذلك قال: طلبنا من النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وللمشركين سدرة يعكفون عندها. يعكفون عندها من أجل البركة، وينطون بها أصلحتهم من أجل البركة. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قال رضي الله تعالى عنه: فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم شجرة، هذه الشجرة يعلقون بها أسلحتهم وينوطون بها أسلحتهم كما كان يفعل المشركين، فظنوا أن هذا العمل سائغ في الشريعة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم وبين لهم، بل غضب على هذا الأمر الذي طلبوه، فقال: الله أكبر، سبحان الله، الله أكبر، إنها السنن. وكان عليه الصلاة والسلام إذا تعجب من أمر أو غضب كان يسبح، يعني ينزه الله سبحانه وتعالى من هذا الطلب. قال: إنها السنن، يعني الطرق المسلوكة، وما أوقع الناس في الشرك بالله سبحانه وتعالى إلا تشبههم بالمشركين في عباداتهم. لذلك قال: إنها السنن
قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى. وبنو إسرائيل لما نجاهم الله جل وعلا من فرعون وملئه مروا على قوم لهم أصنام، فطلبوا من موسى عليه السلام، قالوا له اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال إنكم قوم تجهلون، قال إنكم قوم تجهلون، يعني السبب الذي أوقعكم في هذا الجهل. وقال الله جل وعلا قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. أغير الله أبغيكم إلها، يعني أنا لا أشرع لكم الشرك، والله تبارك وتعالى فضلكم على العالمين بأن جعلكم أفضل العالمين، وذلك قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. فبعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم صارت أمة الإسلام هي أفضل الأمم، لكن مع تفضيل بني إسرائيل قال لهم أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. فشبه النبي عليه الصلاة والسلام طلبهم بأنهم يريدوا أن يتبركوا بهذه الشجرة، شبهها بفعل قوم موسى وبطلب قوم موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فمن تبرك بحجر أو بشجر أو بوثن أو بتراب قبر كما يحدث اليوم عند كثير من الناس، يذهب إلى قبر ويأخذ من القبر التراب ويأتي به إلى أطفاله ويمسح هذا التراب على أطفاله ويقول له هذه بركة وجئت بها من عند القبر الفلاني لأن فيها بركة، هذا من الشرك بالله جل وعلا، لأن البركة من الله. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى، فجعل فعلهم وجعل التبرك بغير الله سبحانه وتعالى وبما لم يجعله الله سببا للبركة، جعله كمن جعل مع الله إلها آخر. نسأل الله العلي العظيم أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعلنا من المتقين، وأن يجعلنا من عباده الصالحين. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا اللهم فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح لنا أمورنا يا رب العالمين، اللهم أصلح هذه البلاد، اللهم أصلحها ويسر لها الخير يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة الأمور إلى ما فيه الخير وإلى ما فيه الصلاح والرشاد يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.